بيرجع في رمضان وناس بيدخنوا، هل ممكن يبطل يعني يبطلوا سجاير؟ ولو ممكن ازاي يعملها؟ ده المقوله بتاعتي: تعيس الذي يدرك رمضان من المدخنين ولا يمتنع للتدخين. يا حبيبي انت قعدت 16 ساعه انت تغلبت على الادمان، يعني انت 16 ساعه ما تجرحش صيامك بالسيجاره، حاول تكمل بقى. نعم، الميه بتخليك تقدر تستعين على البعد عن التدخين. شرب الماء كتير؟ الماء كتير. لو عايز تعمل حاجه بديله مثلا، زي في بعض اقراص عاملاها شركه فايزر وبعض شركات الادويه، ممكن تساعدك على الاقلاع عن التدخين. في بعض اللبان يساعدك على الاقلاع عن التدخين. نعم، في لزقه بتساعد. لو ما فيش الاراده، لكن انا ارى ان الاراده خد قرار. قرار. زي ما حضرتك قلت، السعاده قرار. ايضا الامتناع عن التدخين قرار. فيقدر. يقدر. لو عنده الاراده. الاراده، وهي فرصه يعني ترضي بيها ربك وتصوم بيها صحتك. نعم. السيجاره دي أسوأ اختراع اتعمل في القرن العشرين ومكمل معانا في القرن الـ21. ضحاياها اكتر من ضحايا القنبله الذريه. وصغار المدخنين اللي فاهمين احنا لسه صغيرين يا حبيبي. نعم. لا، صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الازمات القلبيه. عايز تعرف الكلام ده؟ روح استقبال معهد القلب. هتلاقي نص اللي جايين بازمات قلبيه في الثلاثينات تدخين. مدخنين. والتدخين بيفتح الباب بقى للمخدرات والمسكنات والمكملات والحاجات دي كلها. نعم. فتبص تلاقي عرضه لازمات القلب. يعني انا بلاقي ناس كتير صغيرين دلوقتي ما عندهمش اي عوامل خطوره غير السيجاره. يقول لك دي حياتي فيها. اقول له يا حبيبي حياتك فيها ايه؟ ده انت موتك فيها. كل سيجاره بتاثر في عمرك شويه. وحتى سيجاره واحده قد تعمل مشكله، لان بيجي لي العيان بعد الدعامه يقول لي سيب لي سيجاره واحده. اقول له سيجاره تساوي 10. وده بحث علمي مش كلام. نعم. نظري. نعم. العلماء لقوا ان سيجاره اللي هي الاولى. نعم. بتمثل 80% من الخطر. فبالتالي ال10 اللي باقيين دول او التسعه تكمله لل 80%. السحور ووجبه السحور اللي هي زي ما بقول كده، يعني ايه ممكن الدنيا حر ويوم و16 ساعه لازم ايه وجبه فيما اهمها ايه؟ او تنصح الناس بيه في السحور؟ الحديث العبقري: تسحروا فان السحور بركه. انت عارف العلماء لقوا ان وجبه واحده في اليوم هتعلي الكوليسترول الضار، فهو السحور ده عشان يكسر تفاعلات الميتابوليزم والايض وبيخلي الكوليسترول في مكانه. بس خلي بالك في السحور يبقى المواد او الاغذيه التي تحتفظ بالماء: الخيار، الكنتالوب، البطيخ، الزبادي. نعم. ده مهم. أيوة. اللبن. نعم. كوبايه لبن. ايضا الفول المطحون، لانه برضو البروتينات فول. بتستمر وجبه فول. الكربوهيدرات النشويات هتعلي لك السكر اول ساعتين ثلاثه وتجوع بعد شويه. لكن انت الفول ده مع بيض مسلوق مع زبادي مع جبنه قريش اهو وجبه سحور كامله. جبنه قريش. شاي خفيف كده. نعم.